يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أحد المدرسين فسر لنا معنى شهادة أن محمد رسول الله بهذا التفسير، وهو لا نبي إلا محمد، فما صحة ذلك؟ هذا فيه إجمال، إن كان قصده أن ما فيه رسول إلا محمد هذا كفر، لأن الرسل كثيرون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصده لا نبي يعني بعد الرسول فهذا صحيح، فلا بد يقيد، يقول لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد يقيد. أما الإطلاق ما يصلح، لأنه يحتمل أنه يريد أن ما فيه رسل غير محمد، وهذا كفر. نعم.